بعد كده نحط السيرفايكال بوينت بتاعتي 2.5 و2.5 زي ما قلنا 2.5 ماشي. بعد كده الكريستو كربيتشر ميزيالي قلنا هنبقى في نص الانسايفر 3.5 ديستالي ونص ايه جنكشن من الميجور والانسايفر خلاص. وارسم بعد كده بنزل فيرتيكال من الكونتاكت دي والكونتاكت اتفقنا ميزيال وديستال خلاص. بعد كده بطلع بروت ايه تيبر لحد الايبيكال سير اهو. فهنا بعد كده بعمل الكيرفيتشر بتاع الديستالي اعتبر ان حاجه الديستال الميزر كده الديستال واحد نص واحد نص تقريبا خلاص. نبتدي ايه نشيل من الابكس كده دكتور الابكس اللي تحت الابكس ماشي. عايز سكينه كمان يا جماعه سكينه كمان مش شايف حد اللاين بالظبط ابتدي تقرب من اللاين ما تخليش الوكس نايف سخنه اتفقنا. شوف انا بعمل الكربكشر بتاعت الرز ازاي ها هو ده كده. وممكن تيجي بالظهر دي كده تسخن دي وترجع عامل كده حاجه بسيطه ماشي زي ما تحب يعني. نبتدي دلوقتي نشتغل الناحيه الثانيه دي بقى الفيرتيكال حته الفيرتيكال اللي بشيلها لوحدها دي كده 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 لوحدها ودي بقى نصفها في ذهنها خد الكونكيف بقى بتاعت البوت تمسكوا اي واحده واحده كده تعملوا كارد من كيف او تسخن ده وتجي داخل كده ماشي زي ما تحب. لازم تكون الناحية دي من الليبيا زي اللي نزل بالظبط بص تاني ماشي ماشي تخلص الليبيا الأزمة كده وبعد كده ايه نشتغل بريكزون ان شاء الله. المقاسات في الكراسة الكراسة العملية يا اما انا كتبتها لكم بتاعتي جاي بدري كده انا جاي بدري الصبح بدري ان انا اروح اجيبها خلاص. بعد كده عندي الميد لاين اتفقنا. قلنا الميد لاين ده للسنه مش للبلوك يعني لو انت عندك جزء من السنه يعني مش مظبوط شويه تحت الليج مثلا رفيعه شويه
فتخلي الناحيه الرفيعه دي هي اللينجو، لانك كده كده هتعمل ايه لينجو الكونفرج، فتستفيد بالايه الكونفرج اللي موجود. افرض هي كبيره، افرض كبيره، يبقى تخليك كبيره ديت ايه الليبيا، والناحيه الثانيه اللي من 20 كده كده هتاثر. اتفقنا؟ بعد كده عندي بحط السيرفيكال بوينت بتاعتي، بحط السيرس الاول المناسه ثلاثه سير، السيرفيكال بوينت 2 2، كريستوف كورفيتشر 2.5 او 3 و3، قلنا الانسايزري بحط 2.5 ونص، بعدين اوصل ما بينهم ستريت. انا عندي ده الليبيا اوصله ستريت، اللينجوال ممكن اوصله كده، فاكرين كنت بوصله زي الليبيا كده. افرض واحد مثلا ايده فيها مهاره شويه، ممكن يبقى عامل كده كونفكس كونكيف كونفكس تاني. ما عندكش المهاره دي عادي بترسمها زي ما احنا قلنا ايه خطين كده. اتفقنا؟ خلاص. بعد كده بطلع يا جماعه ستريت حد ليبيكال سيرد، واضح؟ بعد كده كون ايه كون عامل ايه سيفر ليبيكال سيرد بتاعه. طيب نشيل بقى ده الجزء الاول، حد يجي عند السيرفايكال بقى يا جماعه ويعملها بريك ويشيل قوي قوي في المنطقه دي. غلط، مفيش الكلام ده. الناس مصره انها تعمل كده، مش فاهم ايه. الجزء الكونكيف ممكن تعمله اكثر من طريقه، ممكن تاخد الطول بتاع الكارت اكس وكارت على دي. كده خلصنا الجزء الاوريجينال. او السنسايزر اتش المفروض تكون رفيعه، يعني انت حسيت انها تخن، انت ممكن تبتدي ايه ترفع منها شويه. بس اقل من السنترال. سنترال نص كده كوب الشراب بقى بتمعه عشان تبقى شايف الحاجات كلها اللي انت عملتها دي. كده بقى خلصنا الجزء ده، المفروض النزيل يكون زي الديستنيشن. خلاص اتفقنا يا شباب؟ كده جاهزه على الفينيشن.
خلاص فينشن بمرة لا خلاص الأول واحدة لينجوال كونفيرجن ليجوال كونفيرجن يا ما شارب انجل شارب لاين نيجي على الميزل والديستنس يحصل له ايه يحصل له كونفيرجن ادي اللينجوال سيرفيس اهو اللينجوال سيرفيس بتاعي عرفته ازاي كونفكس كونكيف كونفكس فده اللينجوال فالمفروض انا عندي الميزل والديستال دولت اثنين هم يبقوا كيرف مستقبل اهو خليهم ايه تيبر انكلايند لينجوال اهو امسك السيرفس ده من الكونفيرجن للمره ال10 او المره ال20 مفيش فايده ناس بتنساها بحافظ على الليبيا الاوتلاين شايف الليبيا الاوتلاين ما جيش شمال وابص للسنه الاقي الايه السنه حصل لها كونفيرجن لينجوال وما تخليش بقى وما تخليش فرق كده ما بين الليبيا وبقيه الكونفيرجن بتاع ما بين البروكسيمال والسيرفس تحس ان هو كله حته واحده بس ما جيتش يمت الليبيا الاوتلاين عشان ما تقلدش الايه الميزوريستا ميجرمنت خلاص لو بصيت الانسايزر هتلاقي دي ثابته ودي ميلت كده لو بصيت انسايزر فيو دي ميلت ودي واقفه لسه بره خلاص هنبتدي نعمل الاسبكت الثاني الديستال نفس الكلام برضو اللي جاي الاطلان شايفينه ما جيش شمال خلاص ابص بقى للسنه دلوقتي مثلث قاعدته ايه ليبيا ترانجل البيز بتاعته ليبيا والايبكس ايه لينج خلاص نبتدي اول خطوه تاني خطوه يا شباب الفص الفص كان في السنتر كانت شكلها ايه ام شيب هنا هتبقى الفي مقلوبه او 8 شكلها 8 او في مقلوبه بص برده نفس الطريقه الناس بتقول لي بنعمل فص ازاي اهو نفس الكلام اهو شايفين مش عارف اه بدر ادي نصها اهو ادخن من النص الثاني المارجن تحت صغير مش تخين قوي زي الناس كتير بتعمل الفص شاله مش ديب زي ما انت بتعمل بس كده خلاص بقت الفص والمارجنز بتاعتي المارجنز بتاعتي باين شايفها المارجنز بتاعتي ايه طب دلوقتي ابتديت تفص كده على البريك يا دكتور يعني سخنت ده مين حط وبعدين عملت كده او 8 كده وبعدين 7 مقلوب بعد كده بقى عندي المفروض انا عندي الميزه الاوتلاين ايه كونكيف كونفكس او سلايد كونفكس انا بقى انا ممكن اجي على الديستال اوتلاين كده انا عندي السيرفايكال بتاع الكراون وروت شايفين بالشراب انا عندي السيرفايكال كراون وروت اخليه ايه كونكيف شويه كده شباب شايفينها الديستال اوتلاين بتاعتي كونكيف تبقى كونكيف كونفكس اه شايفين بعد كده الديستال انسايز الانجل شكلها ايه راوند مور راوند ازاي ميزيا اهو اعمل لها راونديشن خلاص شايفين المنظر الديستال راونديشن ايه ميزيا راونديشن خفيف صور خلاص الميزيا خفيف لحد ما توصل المنظر بتاعي ديستال مور راوندي ديستال مور راوندي راونديشن ايه مور راوندي مور راوندشن مور راوندي انت هتسمع كلامي يا ابني ربنا يستر عليك ديستال كده كونكيف كونفكس كريستوف كرفيشا في نص الكراون ديستال ميزيال ستريت او كات كونفكس كريستوف كرفيشا في نص السيرفايك نص انسايز سيرف او فانكشن من الميدل الايه والانسايز نيجي بعد كده عند ثالث حاجه السيرفايكال لاين هنا السيرفايكال لاين في الروت في الليبيا اليولينجو اجي مبين بقى السيرفايك اللاين افك عليه شويه كده ماشي ملهاش محسوب برضه ازاي ما احنا قلنا موجود يا ابني كرفيش اوف سيرفايك اللاين ميزيا اليوديستال موجود في كراسه العمل ماشي خلاص كده كده اخر حاجه بعمل بقى راونديشن في اللاين انجل الخطوه الرابعه راونديشن في اللاين انجل دايما وانت شغال بتعمل بالشراب خلي صبعك سبورت للروت كده عشان من لو عملت كده واشتغلت هينكسر معظم الناس بيحصل لها المشكله خلاص المره الجايه فاونديشن لاين انجل كلها
بعد كده كده السنة خلصت نخش الماجيك تاتش بقى اللمسة السحرية بتاعتنا سريعة طبعا عشان ما بوظفش الكاميرا كونديشن بس تكون لاين عندي كده خلاص كده السنة الحلقة دي شرعة لكم؟ يعني ايه شرعة؟ يعني نعملها يعني يعني حد شوية يكلمنا؟ وحد ما انت اعمل اللي انت عايزه هو انا ده شغل انت يعني في ناس حركه انا محركه اللمسه السحريه يا بابا